ما هو السن المسموح به للتقدم للرهبنة للبنات؟ تسألوا فضيرة البنات، لكن على ما أعتقد وأتذكر إنه ممكن لغاية 28 سنة متهيألي. كيف أكون صداقة مع القديسين؟ الطيور على أشكالها تقع، يقول انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. أول لما أقرأ السيرة وأحاول يبقى لي حياة شبيهة بحياته، من هنا تبدأ الصداقة. لماذا يوم الدينونة العظيم سيكون مرعبا كما هو مكتوب في سفر الرؤيا؟ هو هيكون مرعب لناس ومبهج لناس، زي ما هناخد المرة الجاية ده الأبرار اللي هم مشتاقين لمجيئه، اللي هو من بدء المسيحية المسيحيين يحيوا بعضهم ويصبروا نفسهم، يقولوا ماران آسى، الرب قريب، لدرجة ان في منهم سيختطفوا لملاقاة الرب على السحاب في الوقت اللي الأشرار يقولوا الجبال اسقطي علينا وغطينا من وجه الجالس على العرش. الأبرار هيطيروا من الفرحة. عارفين التعبير اللي يقولك ده هنطير من الفرحة؟ هيطيروا بالفعل بقى لملاقاة الرب على السحاب. فهو الرعب هيبقى للأشرار. كيف يكون لي أصدقاء من القديسين؟ جاوبنا عليه متهيألي. هل الخطايا اللي لم نعترف فيها لأننا نسيناها أو خطايا السهو نحاسب عليها؟ لو افتكرتها تتحاسب عليها، الواحد مجرد ما يفتكرها يقولها. وأحيانا اللي بتتنسي دي ممكن ما بيبقى ما فيهاش توبة. داود النبي يقول خطياتي أمامي في كل حين. لكن لو بالفعل حاجة عن عدم معرفة ونسيها، مجرد ما يفتكرها يعترف بها على طول وخلاص. كيف أعيش حياة النقاوة ويبقى قلبي نقي يحب كل الناس؟ على قد ما تملاه، يقول لك كل معون ينضح باللي فيه، لتسكن فيكم كلمة الله بغنى. هنحط كلام ربنا في قلبنا، هينقي قلبنا. يقول له خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. بقدر ما أقف وأكلمه هاخد منه. عارفين زي لما ناس يعاشروا بعض كتير يبهتوا على بعض، يقول لك من عشر الأم 40 يوم صار منهم. فاللي يبقى له عشرة مع ربنا كتير ويقف قصاده ويكلمه كتير دون أن يدري، بياخد من نوره ومن طهره ومن نقاوته غير المحدودة، فيكتسب صفات جميلة دون أن يدري ويحس. هو ربنا اختار ليه 12 تلميذ من حيث الرقم؟ لماذا 12؟ هل كل أرقام التي توجد بالكتاب لها معنى؟ الأرقام لها معنى طبعا. والأرقام ألغاز، يعني هو معروف مثلا من أعداد الكمال 7 و10 و100 ومضاعفاتها، والاتناشر ده حتى احنا في حياتنا لا يقولك دستة
اشمعنى الدستة 12 يعني؟ ليه الدستة مش 11؟ في أرقام كده ليها مدلولها، وإن كنا لنعلمه جيدا أو بالضبط، لكن في حاجات في حكمة الله معروفة. لكن على الأقل كان في 12 سبط، فممكن كانوا يمثلوا ال 12 سبط. ده سبب يعني، زي ما الأزباط في الآخر يقول لك من سبط يهوذا كم 12,000، من سبط كذا. الأزباط دول كانوا يمثلوا برضو البشرية كلها يعني، بحسب ما جه في سفر الرؤيا يعني أرقام رمزية. هل فعلا الروح بتفضل موجودة لغاية اليوم الثالث وبعدها أبونا بيجي يصرفها؟ عالم الروح ده غريب، ما شفتوش، لكن احنا بنصلي صلاة التالت بيسموها صلاة صرف الروح. في البعض يقول لصرف روح الحزن، او لحتى لصرف يعني مش هتفرق كتير معانا، ما حدش يعرف بالضبط. لكن اللي نعرفه ان في اوقات معينة ربنا يسوع المسيح قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، فاذا ما عادش 3 ايام طلع على طول. هل في ارواح ممكن بتبقى لها رحلة؟ رحلة الروح محدش يعرفها، رحلة الروح من بعد الخروج من الجسد. احنا عارفين المقرات هتكون ايه، لكن الرحلة بتستغرق قد ايه وما حدش يعرف. ففي حاجات ما نشغلش بالنا بيها كتير، في كل الاحوال بنصلي والصلاة مفيد. يعني لو واحد اخطأ نتيجة عدم معرفة ممكن يروح مكان انتظار الاشرار وبصلاتنا لاجله يذهب الى الفردوس. وما هي الأخطاء التي ليست للموت؟ خطايا الموت اللي هي إنكار الإيمان، إن الواحد يموت متلبس بخطية ما كانش في قدامه فرصة يتوب عنها خالص. خطية ليست للموت أحيانا عن عدم معرفة، بجهل. إحنا دايما بنصلي الكاهن في صلوات سرية انتم ما بتاخدوش لبالكم منها ولا تسمعوها. الكاهن لما يصلي يطلب دايما عن مغفرة خطاياه وجهلات الشعب، يقول له عن خطاياي وجهلات شعبك. انا اقول خطاياي، انه المفروض ان بيبقى عارف عن معرفة الشعب. نقول له رب جهلات الشعب ممكن ما يعرفش. فالصلاة ممكن تفيد طبعا، لان هو اللي الكتاب علمنا كده ان احنا نصلي لو في حد كده نصلي من اجله واحنا بنصلي. لكن هو الديان يقبل او لا يقبل حسب تقييمه. أعمل إيه يا سيدنا علشان نفسي أدخل معهد ديدموس وأكون معلم وأنا شماس ومرسوم من قدسك من قدستك أغنسطس وبحب حفظ الألحان؟ أرجو إرشادك يا أبي. صاحب السؤال ده يقابلنا في الآخر ونرشده. وفي معهد على فكرة، معهد العالي للألحان والتسبحة،
اللي هو معهد هوسب شويس، أبونا مينا برضو بيشرف عليه، مقره دلوقتي في كنيسة ماري مينا والبابا كرولوس. والمعهد العالي يعني ما بيقبلش أي حد، ما يبدأش من الصفر، لازم اللي بيدخل يكون في مستوى معين، وده بقى مستوى عالي. ننصح الكل يدخلوا بيه، في ولاد وبنات بيدخلوا بحيث يتمتعوا بالألحان. هل لابد من معرفة الشواهد؟ بقدر الإمكان، كل ما الواحد يكون حافظ أفضل، أو على الأقل البعض، بعض الحاجات لازم تبقى معروفة. يا سيدنا أنا بقرأ في الكتاب المقدس كويس، لكن مشكلتي إني ما بفهمش الإصحاحات، يعني ما بعرفش إيه اللي بيحصل جواها. طب ليه؟ كله ما بتفهمش كله يعني، ولا بعض الحاجات؟ أكيد بتفهم حاجة يعني، لما تقرأ معجزة الخمسة أرغفة والسمكتين يعني مش هتفهمها؟ إقامة العذر مش هتفهمها؟ ميلاد ربنا يسوع المسيح مش هتفهمه؟ ليه بتبالغ في وصف نفسك انك مش فاهم كل حاجة؟ يعني قول ممكن في حاجات ما بفهمهاش، اللي ما تفهموش تسأل فيه نفهمه لك، لكن مش هتفهمه كله. سلام ونعمة، أنا زوجة وأم لطفلين، ابني بيسألني يا ماما ليه أنا هموت، خايف من الموت، مش عارف أفهمه إزاي، وإحنا ليه نخوفه من الموت؟ إحنا دايما إحنا بنقول ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. قوله إحنا بعد إحنا بنعيش حياة دلوقتي في الأرض، وبعد كده بنبقى مع ربنا يسوع المسيح. فكل ما بنكون أولاد حلوين بيبقى ربنا مجهز لنا حاجات حلوة عشان يمتعنا بيها، وأكبر متعة إن هنبقى معاه. شوف احنا دلوقتي ما بنشوفوش بعينينا كده، لكن بنحس بيه بقلبنا، بعد كده هيبقى ايه؟ هنشوفه ونشوف جماله بقى والسماء الحلوة وجمالها. شوف انت ما بتروح الكنيسة وبتشوف البخور والقديسين بتبقى جميلة ازاي، السماء بقى أجمل بكتير، بس ما تحببوش أو اللي يروح ينتحر ولا حاجة. لو طفل صغير مش فاهم نعرفه يعني بعقل، يعني عشان ما يسعاش للموت. ما في ناس ما يكون فكرهم مش مظبوط يفضل يقول اللي قدامه انت مجرد ما تستشهد ولا مش عارف ايه هتلاقي مين منتظرك وغيره وايه وايه وايه، يخلوا الناس البسطاء يرموا نفسهم في التهلكة وهم يستفيدوا بالنتائج. لكن احنا بنحبب ولادنا في ما نخوفهمش من الموت، لكن بنحببهم في الحياة، والحياة هي المسيح، سواء احنا عايشين هنا معاه، لما نموت هنبقى معاه برضو، فهنا أو هنا المهم نبقى معاه. وكل الواحد لما يتعب ويجاهد في الأرض يكون له نصيب أكبر فوق، فيفضل يعني نشجعه أن يقبل على الحياة في فعل الخير فيها. ليه كلمة الموت بتخوف؟ عشان نتوب وما بنتوبش. لو حد جاله كورونا وتوفى وشخصية معروفة بشرها، هل ممكن ربنا يسامحه علشان جاله كورونا؟ لا، ما لهاش علاقة الكورونا ما هيش استشهاد يعني.
هو أنا ممكن أطلب من ربنا أن يجي لي مرض الفردوس عشان أضمن أبديتي؟ هل كده صح ولا غلط؟ ومين قالك أن اللي كل جالهم مرض الفردوس ضمنوا الأبدية يعني؟ ما ممكن واحد يجي له مرض ويتذمر وما يتوبش برضه. المرض يبقى للفردوس لو الإنسان استفاد بالتجربة واستعد، لكن مش مجرد المرض في ذاته هو اللي هيدخل الفردوس. أنا سألت أنا وأنا في شغلي عن الآية: وجلس الإبن عن يمين الآب ليدين المسكونة بالعدل. إن مين اللي هيدين المسكونة؟ وهل هما اتنين ولا ايه المعنى للآية؟ احنا في حاجات هنجاوبها المحاضرة الجاية. من هو الديان؟ الدينونة والديان، مين اللي هيدين؟ ولماذا؟ كل الكلام ده هنتكلم عليه المرة الجاية. من الذي سيدين ولماذا؟ وهل هما اتنين ولا ايه المعنى؟ لا، هما مش اتنين، الله واحد في الجوهر مثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس، ثلاث أقانيم لكن جوهر واحد. الآب غير الابن غير الروح القدس، لكن الآب والابن والروح القدس واحد في الجوهر. الله نفسه هو الآب، لو اتكلمنا عليه بحسب الأقنوم ممكن جوهر الله بأقنوم الآب، جوهر الله بأقنوم الابن، جوهر الله بأقنوم الروح القدس. لكن التلاتة إله واحد، مش احنا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد؟ آمين. أما بنقول جلس الابن عن يمين الآب، أو في موضع آخر يقول جلس عن يمين العظمة في الأعالي. طيب احنا بالنسبة لينا كمحدودين، ليا يمين وليا يسار، لأن أنا محدود. طيب الله محدود ولا غير محدود؟ غير محدود. طالما غير محدود ليس له يمين ولا يسار. طب ايه المقصود باليمين واليسار؟ دي كناية عن القوة، زي ما اقول على حد يقولك ايه ده دراع اليمين، او ما اشعر ان ربنا بيعمل بقوة يقول يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، كناية عن الايه القوة. فما يقول جلس عن يمين الاب يعني جلس في قوة الاب، في مجد الاب، لان الله لما تجسد اخلى ذاته، اخفى مجده. لكن بعد ما تم المهمة يقول له مجدني بالمجد الذي كان لي منذ الابتداء عندك، ففي السماء هيجلس في اوج مجده. ده معنى عن يمين الاب. في حد بيقول قداستك بتتعامل معانا بطريقة حلوة جدا. طب نشكر الله. ليه لما بتيجي زيارة للكنيسة بتكون شديد وحازم جدا؟ حسب اللي قدامي، انا معرفش واحد ولا بنت. يعني انتوا قاعدين كويسين هاديين منظمين مرتبين، هنشد ليه ونتضايق ليه؟ طب ليه ما بتجيبوش السبب على حسب اللي قدامنا؟
يعني لو حد سلك سلوك مش كويس دلوقتي، هل الواحد هيبقى شيء طبيعي الواحد ممكن ايه يشد او يعني ياخد موقف حازم؟ لكن طول ما الدنيا يعني هادية كويسة، طب ما خلاص. لكن نفترض في سلوكيات مش كويسة، مسؤولية مين اللي يوجه ويعلم ويربي؟ مش مسؤوليتنا نعلم ولادنا؟ حد غلط حتى حاجة في الشموسية، مش مسؤوليتي نعلمه نفهمه؟ وأحيانا الحاجات تحتاج للكل، يعني ممكن غلطة ما بنحاولش نحرج حد بصورة شخصية، لو حد حاجة شخصية ما بنحرجوش خالص أو ما بنتكلمش نواجهه. لكن لو خطأ عام، خطأ مش خطية، يعني واحد هتصرف بحاجة غلط في الطقس مثلا، مثلا عمل حاجة غلط، لو أنا قلت له بيني وبينه كده، طب هو ممكن يستفيد. لكن في كتير شايفين ان عمل غلط وانا موجود وما قلتش حاجة، يبقى كأن اللي عمله ده ايه؟ صح. يبقى انا في حيرة، لو واجهته يبقى الكل هيعرف ان ده غلط ويتعلم. فبتتوقف بقى على طبيعة اللي قدامي، لو انسان متواضع وبيشعر ان الأب الأسقف ده أبوه، حتى لو وجهه ده بيعلمني، ويبقى فرحان إن عارف حاجة غلط يتعلمها، مش عيب إن أكبر مني يعلمني وأستفيد وغيري يستفيد. فبيبقى هو استفاد وغيره استفاد. لكن أحيانا لو في شوية كبرياء وحساسية زايدة، وليه يقول لي كده، وليه يحرجني، وليه وليه وليه، وياخدها كأنها حاجة شخصية. وممكن أنا يبقى لف بالي خالص الشخص، ممكن لو شفته بعد شوية ما أعرفش، إن أنسى إن هو اللي عمل كده. فحسب نوع الخطأ، لو حاجة عامة في الخدمة ممكن المواجهة بتبقى إيه، زي ما بيقول الكتاب، من يخطئ أمام الجميع وبخه أمام الإيه، الجميع. لكن لو سلوك شخصي، حاجة خاصة بحد، ما عمرنا ما نحرج حد بسبب حاجة شخصية خالص، لكن بنراعي مشاعر الناس. لكن أحيانا بيبقى مسؤولية علينا إن خطأ ارتكب وإحنا ساكتين كأننا إيه، اللي اتعمل ده صح. ده أحيانا ممكن الواحد يبقى في مكان عام، أحيانا بيبقى في الكاتدرائية مثلا، وبص لقي شماس يعمل حاجة ممكن مش مظبوط، والناس هتشوف ده هيبقى صح كده، وبيحصل حاجات كده، يقول الله طب ما كان فيه يعني ناس واقفة وما قالولوش حاجة. فأقول له لا يا ابني اعمل كده، ما قصدش برضه يتحرج، بس عشان ممكن هتبقى لخبطة الآخرين. أحيانا في بعض آباء بيبقوا مشغولين في حاجات تانية مهمة، ممكن ما يدققوش في حاجة زي كده، لأن بيبقى فكرهم مشغول بأمور أخرى، فيعني حسب الظروف. لكن عمرنا ما بنقصد نضايق حد يا أولاد، سواء صاحبة السؤال أو صاحبه، بالعكس انتوا ولادنا وبنحبكم وعايزينكم زي الواحد. خلي بالك يا ولاد، في حاجة برضو، على قد الأب والأم مثلا أبوينا بيحبونا، على قد ما يقبلوش ان نغلط غلط. ليه دايما الآباء يبقوا عايزين ولادهم أحسن الناس كلها، فنهار لما حد من الأولاد يعمل غلطة ده ممكن يزعقوله ويضربوه كمان، ويبقى طفل صغير ويضربوه كخ، ويعني بلاش كده. هل عشان ما بيحبوش ولادهم؟ لا، عشان يقول، عشان يطلع متربي ومتعلم وعارف ان كده غلط.
ولو ما عملوش كده ممكن ولادهم لما يكبروا وينضجوا يبقوا زعلانين منهم ان اهملوا في تربيتهم، والعكس ممكن طول ما الولاد صغيرين يتقمصوا ويتضايقوا يزرزروا كده، ولا بيقولوها ايه يعني، يزربنوا، لكن بعد ما بيكبروا ويعقلوا يقولوا لا ده احنا فعلا ابوينا تعبوا فينا، ربونا بحق. اعرف ازاي ان طريق الرهبانة ده طريقي، ولو ده الطريق اللي ربنا اختاره لي اعرف ازاي الدير اللي مفروض اروح اتقدم للرهبانة فيه. الواحد يسمع صوت ربنا في داخله ويكشف اب اعترافه بيه. بس المهم الواحد يكون صادق مع نفسه، هل توزيع الرحمة على روح الميت تفيده؟ فعل الخير أو الصدقات ممكن يفيد زي ما قلنا في بعض الحاجات، السهوات والضعفات اللي هي عن غير معرفة أو سهو. في حد عامل رسم بياني كاتب عامل دايرة كده الحياة، والدايرة الكبيرة دي فيها اللاهوت، هي اللاهوت والروح والجسد متحدين مع بعض كده، مش عارف هتشوفوها ولا لا. الموت عامل الدايرة هي اللاهوت برضو، لكن الروح منفصل عن الجسد، دي دايرة ودي دايرة، إلى حد ما ممكن تبقى صح مظبوط، بس طبعا اللاهوت غير محدود، ده يعني تشبيه نسبي يعني مش كامل. في واحدة بتكلم عن مشاعر وارتباط، المهم الارتباط يكون حاجة رسمية مش مجرد تعلق عاطفي، طول ما هو حاجة عاطفية ما يبقاش ارتباط، مجرد مشاعر بس كده. يقول في حد تاني وعارف انه مرتبطة، يعني مرتبطة يعني مخطوبة ولا فكرك مرتبط؟ فالواحدة تحاول تخلي نفسها محايدة بقدر الإمكان طول ما مفيش ارتباط رسمي، إن مين قالك اللي مرتبطة بيها يتقدم أو غيره، لما يبقى يتقدم يبقى ده ارتباط رسمي، يبقى لا ده لا الأول ولا التاني، الفيصل لمين اللي هيتقدم ومين اللي شريكي ومين اللي تشعري بالارتياح معاه. في واحدة تاني بصراحة ملخبطة خالص كده يا بنتي، تقول حبيت واحد وأهلي رفضوه، فحبت واحد غريب عشان تنسى القريب. لا ده يعني عش حكاية عشان تنسى، ده دلع وقلة عقل. أعمل إيه ومش عارفة أعمل إيه؟ أعقلي. أعقلي يا بنتي هتضري نفسك، في بنات بتضر نفسها يا أولاد، بتضر نفسها دون أن تدري.
وبتبقى الواحدة لسه لا راحت ولا جات، تشوشر على نفسها وتطلع على نفسها سمعة مش كويسة، وتشغل تضيع من نفسها فرص حلوة بالشوشرة اللي بتعملها على نفسها، والآخر ممكن تلوم على ربنا. ممكن الواحدة بنفسها تتعس نفسها وتشوشر على نفسها، والآخر تلوم غيرها. يا علي، يعني البنت سمعة، وكل ما تكون البنت تقيلة وراسية ومش سهلة تزداد قيمتها، ويبقى لما حد بيكون جد في الارتباط هيسعى ليها ديت، يبقى مطمئن ليها، يقول دي عاقلة ورزينة. فما تضريش نفسك بنفسك، في سؤال يعني هجاوبه، هو حاجات طبعا مش مظبوطة، لكن هل النفس بتموت مع موت الجسد ده؟ يعني الحيوانات اللي فيها نفس بس كده ده بتنتهي بالجسد يعني. هل روح السيد المسيح لما تجسد كانت هي الروح القدس؟ لا طبعا، الروح القدس هو الله، لكن ناسوت السيد المسيح زينا، جسد وروح، روح إنسانية. في سؤال مش قادر أفهمه، هنا في الآية يقول الجسد يرجع إلى التراب، وقبل كده قلنا إن الجسد ينال كما ينال الروح، بس إيه ينال كما ينال الروح؟ مش عارف، أنا مش فاهم السؤال. الجسد اتخلق من التراب والروح يعني ربنا أعطاه. طب ايه علاقة ده بالسؤال؟ أفادكم الله. في حد بيقول سلام يا أنبا يوحنا، ما يصحش حد يقول يا أنبا يوحنا كده، سلام يا أنبا يوحنا، يعني أنبا يوحنا بالنسبة لكم إيه؟ ممكن تقول أبونا سيدنا زي بتقول في البيت كده لأبوك يا بابا، جدك يا سيدي أو يا ستي، أو يعني قول أبونا الأسقف أو سيدنا أو، لكن يا أنبا يوحنا يعني ما يصحش الواحد يقول بالنسبة لك ايه؟ هل تقول لابوك في البيت يا أستاذ فلان؟ لو جاي تكتب اسمه تقول نيافة الأنبا يوحنا مثلا، لو في صياغة كلامنا كده، أنا هقول له إيه؟ ما علينا. يقول في الأبدية الأرواح هتعرف بعضها، يعني أنا هعرف ماما وبابا، وهل كل العالم هيكون معانا؟ فرق الديانات يعني كلنا مع بعض؟ لا مش كله مع بعض، الأبرار في مكان والأشرار في مكان، الأبرار هيعرفوا بعض، كل مجموعة هتعرف اللي معاها. في سمع وشايف أصوات فوق، أنا شايف كمان، سامع وشايف،
سلام يا سيدنا، هو ممكن نرجع خدمة الكورال تاني؟ خدمة كورال ايه دي؟ مش فاهم انا يعني، ما الخدمات كلها موجودة. قصدكوا استئناف النشاط في التربية الكنسية؟ هيجي وقتها يا ولاد، بس رب صلوا ربنا يهدي والمرض ما ينتشرش بزيادة تاني. احنا بدينا الخدمة تمشي بمراحل، وكل ما الدنيا تتحسن يتوسع مجال النشاط اكتر، عشان ما نرجعش نقفل خالص، يبقى مش هنطول حاجة ابدا. انا نفسي التزم بالصلاة وقراءة الكتاب المقدس، وفي شخص كويس بيشجعني على كده، بس اهلي ما يعرفوش، انا اتعودت عليه وخايف اخسره بجد، وخايفة ماما تعرف وتخليني ابعد عنه، وهي خايفة ان انا كمان اقول لها ابعدي عنه، فبتسبق بتقول في شخص كويس وبيشجعني على قراية الكتاب المقدس. والكتاب المقدس بيقول لك ابعدي عنه. مكر. نفسي التزم بالصلاة وقراءة الكتاب المقدس، وفي شخص كويس بيشجعني على كده، بس اهلي ما يعرفوش. طب قولي لاهلك انه بيشجعك على، ليه بتقولي لهم ما بتقولهمش هم؟ ليه بنت البنات؟ يا شوفي يا ولادي يا بناتنا، بنات في السن الصغير بيتعاملوا بمشاعرهم كده، وبيبقوا يعني برومانسية. المشاعر مش وحشة، بس بتبقى حلوة لما تقترن أو تتظبط بالعقل. لو حسينا بمشاعر جميلة تجاه حد خلاص، بس خلي عقلك دايما، عارفين يقولوا العقل زينة، زينة زي حد بيعمل ميك اب او بيتزين او كده، او عايزين يخلوا نفسهم جمال. اكتر حاجة تخلي البنت جميلة الايه؟ العقل. فاكتر حاجة تخلي الانسان بصفة عامة والبنت بصفة خاصة جميلة كده وجذابة، لما يكون مع جمالها ومشاعرها الجميلة عقلة ورزينة ومتزنة وتقيلة، ده بيخليها يعني كويسة. السلام والنعمة يا أبي. أهدي قالت يا أبي، ما قالتش يا أنبا يوحنا. بتقول أنا مش عارف واحد ولا واحدة، بس يعني بتقول أنا والدي توفى من فترة قريبة، ومن وقتها وأنا زعلانة. يبقى واحدة زعلانة من ربنا وحاسة أنه مش بيحبني، ودايما بعاتبه، وأنا زعلانة جدا من نفسي بسبب اللي أنا بعمله ده، مع العلم أني بطلت أصلي وأروح الكنيسة، وبعدت جدا عن ربنا، وكتير بكون نفسي اتناول، بس برجع واقول انا لا استحق جسد الرب ودمه، ومش عارفة اعمل ايه عشان ارجع تاني لربنا. هي عايزة شوية نضج شوية يا بنتي، تفهمي الحب على حقيقته، حبك لوالدك وحبك لربنا. احنا في علاقتنا مع بعض يقول المحبة لا تظن السوء، ما نكون واثق من حب حد ليا، ممكن حتى لو شايفه بيعمل حاجة غلط ما صدقش عني، قول لا تلاقيه مش واخد لباله، تلاقيه عن غير قاز، تلاقيه عن كذا، مش ممكن ده يعمل كده. فكم وكم محبة ثقتنا في محبة ربنا لينا. والدك توفى من فترة قريبة،
مين قالك ان مش من خير والدك ان يتوفى في التوقيت دوت؟ احنا احيانا بنبقى انانيين، بنبص لما هو لنا ولكن لا ننظر الى ما هو لخير اللي قدامنا. ما يجوز خيره وابديته في التوقيت دوت، فاذا كان هو هيبقى مبسوط وفي وضع كويس انت تكرهي له الخير؟ بالعكس، لو بتحبيه بصح وبنضج هتروح الكنيسة أكتر وتطلبي رفع الذبيحة باسمه وتذكريه في الصلاة، يبقى كده انت استفدتي وأفدتي وعملتي له ترحيم، لأن ده بيعبر عن وفائنا للي انتقل، ودي الوسيلة الوحيدة اللي ممكن نتواصل بها معاهم. فإنك تقطعي تماما وما تقوميش بواجبك نحو أبوك ولا تصلي من أجله ولا ترفعي الصلوات من أجله ولا رفع البخور من أجله، ما أنت كده تبقي مقصرة. فافهمي الأمور كويس، وخصوصا لما يكون فيك اشتياقات للتناول، بدل ما تقاوميها وتطفئي هذه الأشواق المقدسة، استغليها فرصة وروحي اعترفي وصلي وتناولي واطلبي من أجل نياح والدك. وربنا لو خد حد مهم لينا بيعوض، لأن هو أبو الأيتام وقاضي الأرامل. فإذا كان خد أبوك بالجسد فهو أبوك السماوي المتكفل بيك. ده يقول في سفر الخروج: لا تسيء إلى أرملة ما أو يتيم، لأنك إن أسأت فإنه إن صرخ إلي أسمع صراخه فيحمي غضبي وأقتلكم بالسيف. شوفوا قد ايه ربنا ممكن يدافع عن انسان يتيم او انسانة يتيمة. فاذا خد بيدي كتير اضعاف اضعاف اضعاف، فبدل ما بتستفيدي بقبوة ربنا انت كده بتخسريها، وبتخسري كمان حبك ووفائك لابوك وانك تقدمي صلوات وتراحيم من اجله. ايه اللي بيحصل بعد ما نندفن؟ هل الابرار بيروحوا الجنة على طول ولا ايه؟ ده اللي بيسأل ده كأنه مش قاعد معانا خالص. هو لو في خطية حصلت وانا ما كنتش اعرف ان هي صح ولا غلط وقدمت عنها توبة قدام ربنا بس وما اعترفتش بيها قدام اب اعترافي، طب وليه ما نعترفش بيها؟ ممكن نعترف ونقول ما كناش نعرف ان ده صح ولا غلط، ايه المشكلة يعني؟ هو قصك ينفع تعمل اكليل او نص اكليل لحد؟ انا ينفع اعمل كل حاجة. القصف ممكن يعمل ايه؟ كل حاجة، لكن مش معنى ان ينفع اعمل كل حاجة ان بعمل كل حاجة. يعني مفيش حاجة اسمها نص اكليل، ممكن خطوبة قصدي، ما بعملش خطوبات خالص. الاكاليل يعني بمعدل بسيط قوي لما احضر عشان ظروف الوقت. ما انتوا معطليني اهو، لو حد عنده اكليل دلوقتي هكلله ازاي يعني؟ هو لو عملت خطية وما اعترفتش بيها الأب اعترافي بس ندمت عليها وتعلمت، هل أنا كده هأعاقب عليها ولا لا؟ طب وليه ما نعترفش؟ ليه؟
حتى عشان ناخد العلاج. الواحد يتعود يعترف ويحط في باله كده ان ربنا مش هيحكم على حد مرتين. لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا، اللي يدين نفسه هنا مش هيدان فوق. فانا لما اكشف نفسي قدام اب الاعتراف اللي انا بختاره، مفيش حد فرضه عليا، فيعني يبقى مش هنكشف فوق او مش هتفضح فوق. انا يا سيدنا كنت محتاجة تفسير الآية اللي بتقول اصنع لكم اصدقاء بمال الظلم. يعني ايه مال الظلم؟ وازاي نصنع اصدقاء بهذا المال؟ وشكرا على تعب قصتك معانا. مال الظلم المال الذي لا حق لنا فيه. مال الظلم المال الذي لا حق لنا ايه فيه؟ يعني مثلا واحد بيشتغل وبيجي له دخل، او بياخد مصروف وله دخل، اي حاجه يعني اي دخل ايا كان بيدخل لي، مفروض بخرج منه العشور. ممكن حاجات بكون ندرت فيها حاجه، عدم ايفائي للعشور والنذور وفعل الخير ده يبقى انا ظالم اللي يستحق عمل الخير بالمال اللي عندي دوت وانا ما عملتوش. ده يعتبر مال ايه؟ مال ظلم. لان المفروض ان ملياش حق فيه، ده حق ربنا، حق الفقير، حق الكنيسة. فاصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم، يعني انا بدل المال دوت ما يبقى كده انا ظالم فيه، أعمل بيه خير كما كنت. اجلسوا اوعوا تهربوا. فالواحد يصنع بيه أصدقاء بحيث الفعل الخير اللي احنا بنعمله نلاقيه فوق، لأنه هيجي في اليوم الأخير لو انا حد جعان ساعدته هلاقي ربنا يسوع المسيح كنت جوعانا فاطعمتموني، كنت عريانا فكسوتموني. فهلاقيه فوق واصنع ليه صدقات بكل اللي عملت لهم كاني عملته للسيد المسيح نفسه. ازاي نعيش حياة التوبة والاستعداد على الارض؟ بالتوبة. الواحد لما يغلط يتيوم على طول ويتوب، يقول لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اقوم، ولما اقوم يقول اقوم الان مش اجل لبكرة ولا لبعده. ما الفرق بين الولادة والانبساط؟ دي بالنسبة للثالوث القدوس. الولادة خاصة بأقنوم الابن، مولود من الاب. الانبساط بالروح القدس، منبثق من الاب. مين اللي استخدم الاسم الولادة؟ الكتاب المقدس قال الروح القدس الذي من عند الاب ينبثق، والابن مولود. يعني قول للرب قال انت ابني وانا اليوم ولدتك، وده تعبيرات منطقية. والآباء ادوا مثل حلو زي الشمس، النور بيتولد منها بنشوفه، الحرارة بتنبثق نحس بيها رغم ان ما بنشوفهاش. فالروح الابن خبر اعلن مولود من الاب. الروح القدس ممكن ما نشوفش الروح، يقول الروح تهب حيث تشاء وما بنحسش بيها، يعني ما بنشوفهاش لكن بنحس ايه بيها. فالروح القدس يعمل في داخلنا او في الخليقة او في الكنيسة
حتى دون أن نراه، لكن بنحس بعمله. فكلمة الولادة والانبثاق دي تعابير كتابية إنجيلية. ما هي طبيعة الروح؟ وهل هي متحدة بالجسد بأكمله؟ آه، الروح مالية الجسد كله، مفيش جزء معين في الجسد متحدة بيه. كيف تغادر الروح الجسد؟ وبماذا يشعر الإنسان؟ بصراحة ما جربتش، يعني مش عارف، يعني بتخرج كده يعني ايه. يعني كلنا هيجي وقت وهنختبر الحكاية دهية، بس ربنا يدينا الاستعداد. ما تفسير خروج النور المقدس يوم السبت والقيامة تمت يوم الأحد؟ النور أحيانا اللي بيخرج يوم السبت إشارة للي حصل في الجحيم. يقول الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا، عشان كده نسميه سبت النور، لأن ربنا يسوع المسيح أشرق على الذين في الظلمة. كان في السبت اللي هو لما راح الجحيم. يعني يمكن ده إعلان لما حدث في هذا التوقيت اللي احنا ما كناش شايفين. مين أعلى في المرتبة، العذراء ولا الملائكة؟ لا، العذراء طبعا. في مديحة المسيح صلب وقام وكبرى ثم قام، ثم نقول فضح كل الكفارة، الكفرة انت كاتبها الكفارة، فضح كل الكفر. هل يجوز ان نطلق لقب كافر على اي شخص غير مؤمن؟ اولا ده حدث تاريخي، يعني انت في حياتك الاجتماعية ما اقدرش اقول واحد اقول له انت كافر ولا مش كافر، اللي هو في حكم الله ما عرفش داخله ايه. لكن لما يكون حدث تاريخي حدث بالفعل والموضوع انتهى واتحكم خلاص ان دول يعني ايه كده، طب هتسميهم ايه؟ هتكذب؟ يعني اللي كفروا بالايمان بالمسيح كده ساعتها رغم ان هم شافوا، ده وصف تاريخي لحاجة حصلت بالفعل. في فرق بين السلوك الاجتماعي، الاداب التعامل، ازاي احترم اللي قدامي واحترم فكره وما احكمش على ما بداخله واراعي مشاعره. وفي فرق عن حدث تاريخي حصل. فانت بتقارن الاثنين، هل يجوز ان نطلق لقب على اي شخص غير مؤمن؟ ما هو انت دلوقتي في الحياه العامه لا يليق، لكن في التاريخ حدث تاريخي حصل. بمجرد موت الإنسان وانتقاله سواء للفردوس أو الهاوية، احنا اتأخرنا شوية النهاردة معلش، فهو بذلك يتحدد مصيره الأبد. فلماذا أو عن أي شيء سيحاسب وهو محدد مصيره؟ لا ده لسه ما في واحد يبقى عارف امتحن، لسه النتيجة ما ظهرتش. يكون حل كويس قوي يبقى عارف انه هينجح ومطمئن، بس لسه مش عارف هجيب كام وهدخل ايه ومكانتي هتبقى ايه. وبرضو العكس صحيح، فلسه محدش خد المكافأة ولا العقاب، مجرد بس انتظار. زي اتنين منتظرين، واحد فرحان وهو منتظر، واحد زعلان انك لسه ما تعذبش وده لسه ما تمتعش.
بالنسبة للخطوبات والجواز يا أولادي، يعني يفضل مع أب الاعتراف. الحاجات الشخصية صعب الحكم فيها في حاجة عامة، احنا هنا بنجاوب على مبادئ عامة، لكن التفاصيل الشخصية ما ينفعش الإجابة فيها، لازم بتدرس بصورة شخصية. سؤال بيقول: هو أسك ممكن تكون عارف القيامة هتقوم إمتى؟ الشخص ده ممكن يسقط على فكرة في الامتحان لو بيفكر بالطريقة دهيت ازاي الابن لم يكن يعلم موعد المجيء الثاني وهو عقل الله ان انا الام؟ مين قال ان الابن مش عارف؟ هو وردت في مرقس، قال: اما ذلك اليوم وتلك الساعه لا يعلمها احد، ولا الملائكه ولا الابن. اما بيقول ولا الابن، يعني ما هياش الحاجه التي يعلن عنها، زي ما قال: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده. جعلها في سلطانه يعني غير معلن عنها. فإحنا بنعرف كل حاجة عن الآب من خلال الابن. الآب لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. في حاجات يريد الله أن تكون غير معلومة، فهنا الابن مش هيخبر بيها، لكن هو قال كل ما للاب فهو لي، وبعدين ده هو اللي هيدين. ففي فرق بين المعرفة المعلنة والمعرفة التي لا تعلن. زي مراقب في الامتحان مثلا، الواحد يكون مدرس المادة اللي فيها الامتحان دلوقتي، وجي واحد كده مكار بيقول له: الا دي ممكن اجابه السؤال ده هي قصد بانها تكون كده او كده، يعني هيوقعه، يعني ياخد منه الاجابه. طبعا المدرس عارف، فيقول له: ما اعرفش. لما يقول ما اعرفش هنا، التلميذ هيفهم ان المدرس مش عارف، ولا يفهم انه مش عايز يقول له، انه مش عايز يقول. فهنا يعني الابن مش هيعلن عنها، ولا الابن، يعني هو الابن اللي هو اللي بيعلن عن كل شيء حتى دي مش هيعلن عنها، لان الله يشاء انها تكون غير معلومة. ذنبنا ايه نتعاقب بخطية ادم وحواء؟ ومنين جت الخطية اصلا؟ طب وانت ذنبك ايه انك المسيح فدانا؟ ايه فضلنا يعني ان المسيح جه وفدانا؟ وجت منين؟ بسبب سوء استخدام الحرية بتاعتنا. بحريتنا خالفنا الوصية في ادم. لو حد مش مؤمن وأعماله حلوة وكل حاجة، الحكم ربنا، لكن هو قال: نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيم القلوب، إن كان أحد ليولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. طالما العذراء والدة الإله، المسيح ولد بلا خطية، يبقى العذراء بلا خطية ولا ورثت الخطية زينا؟ لا، العذراء ورثت الخطية زينا، لكن المسيح نفسه له المجد بلا خطية وحده، لأنه ولد بدون زرع بشر. فتسلسل الوراثة ما وصلوش هو،
ده غير ان الروح القدس قدس مستودع العذراء. لكن هي نفسها قالت تبتهج روحي بالله مخلصي. الكنائس كلها عملت حفلة تخرج تالتة سنة وكنيسة مريمين المشروع. لا اشمعنا وعايزين اجتماع جامعة يرجع عشان كنيسة المريمين يبقوا جدعان واكتر ناس ملتزمين، دول ياخدوا مكافأة. لكن حكاية الكنائس كلها ده ما حصلش، دي كلام مبالغة، لكن ما حصلش ان كل الكنائس عملت كده. وممكن تكون مش حفلة، يعني ممكن مثلا في اجتماع سنوي اللي هي في الخدمة رجعت سنوي، ممكن يكون أثناء مدارس الأحد وزعوا مكافأة ولا حاجة ولا هدية للي نجحوا. خلاص خليناها حفلة وكبيرة. اجتماع جامعة يرجع إن شاء الله، بس صلوا وعقلوا كده ان في السلوك عشان الوباء ما ينتشرش وكل حاجة ترجع. لكن مازال في ناس كتير فيكو قاعدين من غير ما يكونوا لابسين الماسك. وعايزين ترجع ليه الحاجة بقى؟ أنا بطلب شفاعة العذراء والقديسين يساعدني أقدم توبة حقيقية، بس ما فيش استجابة. زي واحد انه يكون بيشرب سجاير مثلا، نقول له ده مضرة يا ريت تبطلها، يقول لما ربنا يريد. وكأني شوفوا الحاجة عجيبة، وكأني ربنا هو اللي ايه، لما ربنا يريد نبطلها. يبقى جاب مين المسؤول والغلطان؟ طب هو ما بطل، ربنا مش رايد بقى. ففي واحد يبقى مثلا يطلب شفاعة يقول تطلبون ولا تنالون، لأنكم إيه؟ تطلبون رديا. فلازم الطلب يكون مرتبط بنية واتجاه وفعل يعبر عن رغبتنا في الطلب الحلو اللي بنطلبه. في حاجة شخصية لكن تبقى عامة، واحدة مخطوبة وكانت مرتاحة ودلوقتي مش مرتاحة، ما تكلليش طالما مش مرتاحة. محدش بيغصب حد ان يكمل حاجة هو مش مرتاح فيها. وده مسؤوليتك الشخصية، ملهاش علاقة لربنا، ده ارتياحك الشخصي. أسئلة كتير عن الارتباط والخطوبة والحاجات دي. ينفع مدرسة الألحان هتفتح تاني وتكون برضو بالإجراءات؟ إن شاء الله كل حاجة هتفتح، بس تبع. في بيقول كيف تفسر لينا جملة والموت الذي هدمته بحسد إبليس والموت ما زال يطيح؟ أولا الكلام غلط. يقول الموت الذي هزمته بحسد إبليس، هو ربنا هزم الموت بحسد إبليس؟ والموت ما يزال يطيح في بني البشر. الصلاة بتقول والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته. ما هدمه بالقيامة، أصبح بعد القيامة موت، بعد الموت قيامة، وبالتالي الموت ما بقاش له سلطان. ده غير إن في موت نوعين، قال تأتي ساعة فيسمع كل الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، اللي هي موت الخطية، فأصبحنا ممكن نقوم منه.
قالوا في سأتي ساعة فيها يسمع كل الذين في القبور صوته، فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. ده الموت التاني بقى، فده بالقيامة هنقوم. متى موعد الامتحانات يا سيدنا العلا؟ في مراجعة ولا لا؟ محتاجين كورس تنمية بشرية. الامتحان ممكن نعرف ميعاده، لكن القيامة ما نعرفش. أو الامتحان ممكن نحدده، لكن القيامة لا. في مراجعة المرة الجاية، هيبقى في فترة أسئلة. أنا معلش أخرتكم شوية عشان أجاوب الأسئلة كلها، لعل يكون في حاجة محتاجينها. فالمرة دي والمرة الجاية هنكمل الموضوع ونختم خالص. ايه الاثبات ان بعد كل العبادة والصوم والصلوات ده دي هندخل السماء، او ان عقيدتي هي الاصح؟ اللي ما عندوش الاثبات يبقى مش مؤمن. اللي مش واثق يبقى ايه؟ لان الايمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فأصلا اللي ما عندوش الإيمان مش هينال حاجة فعلا. يعني لو واحد عنده الشعور دوت مش هينال حاجة. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. لكن إيه الإثبات إن بعد كل العبادة والصوم والصلوات دي هندخل السماء وإن عقيدتي صح؟ العقيدة هي ما انعقدت عليها النفس، زي ما بيقول معلمنا بولس: إني عالم بمن أمنت. عارف أنا بؤمن بإيه، واثق. وربنا قبل يسوع المسيح كان قبل ما يعمل معجزة لأي حد يقول له: أتؤمن؟ لو قال له أؤمن يديله، لو قال ما أؤمنش مش هيديله. أو كان يقول له: أعن ضعف إيماني. فاللي ما عندوش يقين مش هينال. ايه الاثبات ان عقيدتي صح؟ قناعتي بيها. انا بالنسبة لي انا مؤمن ومقتنع بعقيدتي وايماني، وعن خبرة وعن قناعة اؤمن واثق. زي عارفين، زي مرة زمان جه الدير عندنا واحد كان يعني ملحد شوية مش مؤمن، وكنت أنا لسه صغير شوية في بداية شبابي داخل الرهبنة جديد. فقال لي: يعني انت دلوقتي يعني سبت الدنيا وجيت، طب لو اكتشفت في الاخر ان مفيش دينونة ولا قيامة يبقى خسرت كل حاجة؟ قلت له: انا مش شاعر ان خسر، انا عايش مبسوط، مش شاعر محروم من حاجة، يعني مستمتع بحياتي وبالطبيعة وكل حاجة، فانا مش خسران حاجة اوي يعني. لكن العكس بقى، طب لو انت اكتشفت ان في قيامة وحساب هتعمل ايه؟